بمجرد ما تم يعني معرفة هذه الوضعية وتبع للتعليمات الملكية السامية التي تولي عناية فائقة لقضايا الجالية المغربية بالخارج، وب يعني تعليمات أيضا وتتبع من السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تم تقريبا استنفار مصالح هذه السفارة لمحاولة معرفة أولا مكان الاحتجاز، ثانيا ظروف الاحتجاز، ثالثا أي معلومات ممكن أن تفيدنا بصفة عامة حتى نستطيع أن نتدخل بالطريقة الناجعة، وخصوصا بالطريقة التي تمكننا أيضا من الحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا هناك، لأنه للأسف يحتجزون في مناطق صعبة، منطقة تخضع لسيطرة ميليشيات مسلحة معارضة للحكم المركزي بميانمار، منطقة تعرف حرب أهلية وتعرف استعمالا للسلاح. لحد الآن 18 حالة مؤكدة. للأسف من الممكن أن يكون هناك مغاربة آخرون، لأنه كما وصل إلى علمي هذه السفارة هناك عدة مراكز، الواحد قرب الآخر في نفس المنطقة، وكل مركز يحتوي على مجموعة من لنسميهم الآن من المحتجزين. والمغاربة ليسوا وحدهم ضحايا الاتجار في البشر، بل هناك مواطنو ما يقرب 24 دولة من أمريكا اللاتينية خصوصا من البرازيل، من إفريقيا خصوصا من كينيا، من أوروبا، ومن دول جنوب شرق آسيا، بل حتى من دولة ميانمار نفسها، حتى مواطنون من ميانمار أنفسهم يعني يوجدوا ضمن يعني الضحايا.